عملت ايه في اللي طلبته منك؟ مش واخد بالي جنابك. بقالك كام يوم ما شفتليش عروسه؟ اديني الامان وانا هكلمك بصراحه يا مولاي. البلد ما بقاش فيها بنات في سن الزواج يا مولاي، من يوم حادثه الخيانه المشؤومه، وجنابك كل يوم بتتزوج بنت جديده، وعند الفجر بتسلمها المسرور السياف يقطع رقبتها. خلصوا. غريبه، مع اني سمعت ان لسه في بنتين في سن الزواج، واحده اسمها دنيا زاد والتانيه اسمها شهرزاد. دول بنات يا مولاي. يعني ما خلصوش اهو. بتكذب على مولاك يا وزير عمر الزمان. قدامك حل من اثنين، يا تشوف لي عروسه قبل شمس النهار ما تغيب، يا اما تروح تسلم رقبتك لمسرور السياف.